أوكي، للتشات بوت الحقيقة إنه إلها تطبيقات عديدة، ممكن تستخدم إنه في كـ virtual assistants أو كـ help desk، إنه زي هيك إنه أنا أول ما أبدأ أعمل تشات إنه hello my name is Eva and I am a chat bot، تمام؟ وهنا I can help you with the HDCF bank. فبالتالي انه انا يعني بعمل تشات بوت عفوا مع بنك، وهنا حطت لي بلوكات للشغلات اللي انا ممكن انه انا اسالها. فبالتالي انه هنا بحدد الاسئله تبعتي انه ما يكونش التكست تبعي كتير فري، بحيث انه يصعب على التشات بوت التعامل معي. وهنا كذلك نفس الشيء، لو انتم لاحظتم هنا انه هذا برضه تشات بوت للبنك، تمام؟ وهنا بحدد لي الأسئلة اللي أنا ممكن أسألها، تمام؟ وهنا كذلك إنه برضو كذلك إنه تشات بوت تالت، وهنا بحدد لي هنا إنه إيه إنه إنه هو سألني سؤال، وهنا بديني الأجوبة الممكنة إنه yes I want to build a chat bot no not really. فبالتالي إنه بتكون الكونفرزيشن محدودة somehow. وهذه التشات بوت على فكرة إنه موجودة في العديد من التطبيقات، وحتى إنه البنوك والشركات بتحاول إنه هي تربطها في نظام الدعم الفني. ممكن إن إحنا نشوف مثال لبعض البنوك، يعني على سبيل المثال ممكن نشوف فبالتالي أول ما أفتح البنك هنا بتجي لي في تشات سابق كان نبعرض لي إياها كمنيو زي هيك مثلا. فهي رسالة ترحيبية، أهلا بك، تمام؟ فهنا بدي لي المنيو، انت على ايش بدك؟ بدك تستفسر عن حسابك ولا عن استفسارات عامة ولا عن اسعار الصرف، تمام؟ ولا الموقع الالكتروني ولا التحدث مع الموظف. فممكن انه اختار حملات وعروض، او ممكن هنا اختار اسعار واسهم، فهنا بروح بجيب لي قائمة انه اسعار الصرف زي هيك يعني. في العديد من البنوك انه هي بتوفر على حالها انه الاسئله المتكرره من خلال، فبيصير انه الرد من خلال التشات بوت. التكنولوجي اللي ما يعني اللي خلف التشات بوت انه ممكن نحن نقسم البلوك تبعه زي هيك، انه انا ممكن انه انا في عندي هنا الابلكيشن تبعي بيكون من خلال سواء كان ويب سايت، بعمل تشات من خلال ويب سايت او سكاب او فيسبوك او حتى تليجرام او واتساب، لانه التشات بوت انا ممكن اربطه باي ابلكيشن من هدول الابلكيشنز، تمام؟ وهنا هذا بيتم استلام المسجز هنا في الباك اند. هنا بيكون في عندي ناتشورال لانجويج انجن، وهنا بيكون في عندي ديسيجن انجن بيحدد ايش هي الاجابه وبعملها جنريشن من خلال الناتشورال لانجويج جنريشن. لأنه أنا ممكن باختصار أوضح لكم هذه الشغلة، إنه الـ NLP فيها اثنين، هي عبارة عن Natural Language Understanding زائد Natural Language Generation. طبعاً Understanding عشان الـ Input Text إنه يفهمه الحاسوب، تمام؟ بعد ما يفهمه ساعتها بيقدر يحدد كيف شكل الإجابة، والإجابة هذه أنا محتاج أعملها Generation. اوكي، طيب،
طبعا هنا في هذا البلوك زي ما انتم شايفين هنا، هذا ممكن انه هو يكون مبني على اساس الماشين ليرنينج. هذا الديسيجن اللي بيحدد لي كيف شكل الاجابه ممكن يكون مبني على اساس الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج اي حاجه انا برتبها على شكل انبوت واوتبوت واضح، خلاص بقدر اطبق عليها الماشين ليرنينج الجوريثم. تمام، لو في اي اسئله ممكن تقاطعوني مباشره وانه انتم تسالوا الاسئله هذه فورا، عشان انه انا يعني بحاول انه انا بشرح وبفترض انه انتم فاهمين هذا الكلام. الان في الماشين في انا عندي حاجه هنا اسمها intents. تمام، تمام، احنا لازم اعمل تيكونايز للتكست، اقسمه انه انا عندي هنا الكلمة الجملة انه هي مقسمة لمجموعة من الكلمات زي هيك، word 0 word 1 and so on. تمام، كل word من هدول الword بدي اعملها tag. تمام، والتاج هذا بدي اسميه intent. حورجيكم ايش معنات الانتنت. هذا الانتنت هو عبارة عن اللي يخليني اعمل understand the message، وهذا برجعنا انه natural language processing في الشات بوت هي عبارة عن natural language understanding زائد natural language processing عفوا generation. اوكي، فبالتالي هنا ال intents هذه لازم انه يكون عددها محدود وموجود انا عندي كليست بحيث انه انا اتعامل معها في الشات بوت. هي بتحدد السكوب تبع الشات بوت. يعني انا عندي تشات بوت يعني بستخدمه في الدعم الفني، فبالتالي كل الانتنس هناك بتكون متعلقه في الدعم الفني. تشات بوت ثاني انا بستخدمه في البنوك، التعامل مع الزبائن في البنوك، فبالتالي السكوب تبعه يعني حيكون انه مختلف من ناحيه انه الانتنس. ايش هي الانتنس وكيف شكلها؟ خلينا نشوف الجملة هذه. I need to book a hotel room and a taxi for my vacation in Bangkok between 25 December to 1st January. إيش هي الانتنت؟ الانتنت أنا عندي إيش محتاج؟ هاي محتاج شغلتين. إني أكبر الشاشة عشان توضح برضو عندكم. فهو محتاج إنه هذه الانتنس إنه هو بده أوتيل وبده تاكسي. نيد وين المكان؟ بانكونغ. هيو بحط لها التاج اسمه سيتي. تمام، وإيش كمان؟ إيش الديتس؟ إنه عنده من 25 لغاية واحد، من 25 ديسمبر لغاية 1 يناير. فبالتالي شايفين من هذه المعلومات انه هنا انت محتاج اوتيل، انا هنا في الاندرستاندينج، وهنا التاكسي. تمام، هنا ان بانكوك هذه اوكي المكان السيتي، وهنا الفترة الزمنية هي علمت عليها زي هيك. فالان بروح بردل له خبر انه اوكي تم الحجز او شغلة زي هيك انه في هاي الفترة بهالشكل. تمام، طبعا في هنا popular chatbot frameworks. في عندي في السايت هذا انه ال 25 chatbot framework مع comparison، فهذه الكومباريزون كتير رائعه. هذا هو الويب سايت. تمام، فهنا انه هذه البوت نيم، هذه شايفين انه مطولها هذه كلها. فانا عندي الاي بي ام واتسون، وفي عندي الايجنت بوت، في عندي تويا، وفي عندي باي بريستيم الى اخره من هدول. تمام، وهنا بوضح بقارن انه ايش البلاتفورم اللي بيشتغل عليها، ايش الفيتشرز، ايش البروجرامينج لانجويج اللي انا ممكن استخدمها زي هيك.
حاجات هذه انه انا ممكن اقسمها ل يعني للتشات بوت البلاتفورم هذه، تمام؟ هذه ممكن انه اقسمها لقسمين، انه هي سيرفيس تمام، وانه ممكن انه نعملها انه ان هاوس ديفلوبمنت. بمعنى انه انا ممكن اطور كل الشات بوت عندي، او ممكن استخدمه كسيرفيس من شركة تانية. ايش هي الشركات اللي بتقدم لي تشات بوت؟ طبعا الشركات هذه لما احكي انه هي بتقدم تشات بوت، مش لا يعني هذا الكلام انه السيرفيس اللي بتقدمها انه جاهزه، لا، محتاجه برمجه برضو. ايش الشركات هذه على راسها ايش بيجي؟ هذول الشركات اللي هي زي اي بي ام واتسون، مايكروسوفت بوت، الويت اي اي، الاي بي اي اي اي، تشات فيول، كل هدول الشركات انه بتقدم سيرفيس، والسيرفيس هذه انه بتحتاج انه انا ابرمجها، تمام؟ طيب الكومباريزون هنا موجوده برضو على جوجل سبريد شيت، ممكن انه انا اطلع عليها، تمام؟ وهنا تحت بده يحكي لي عنها واحده واحده. اي بي ام واتسون انه هذه من اشهر السيرفيس المستخدمه، طبعا انه هي فيها بلان مجانيه لغايه حد معين، وبعديها انه بتصير مدفوعه. طبعا السؤال الان انه انا اروح باتجاه انه استخدم سيرفيس زي هيك، ولا انه اطور واحده عندي؟ طبعا هذا الكلام بيكون حسب البزنس نيد، حسب احتياجات الشركه. هم بدهم حاجه على السريع، انه انا ممكن اروح على هدول واقرا الدوكيومنتيشن تبعهم واشوف كيف انه انا ابني لهم تشات بوت بهاي الطريقه، او ممكن ابني لهم تشات بوت من الصفر، تمام؟ هذه شغلة. الشغلة الثانية أنه حسب حاجة الشركة أنه هي مستعجلة أو لا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه حاجة الشركة أنه هل هي بتوافق أنه هي تعتمد على شركة اي بي ام كسيرفيس؟ هل هي بتوافق على أنه تعتمد على مثلا مايكروسوفت، أو تعتمد على الويت دوت اي اي؟ لأنه هذه في معظمها أنه هي شركات ناشئة، تمام؟ والشركة هذه إنه ممكن إنه في فترة من الفترات إنه هي تتوقف، فبالتالي إنه أنا بكون رهنت مصيري بمصير هذه الشركة إذا هي استمرت أو لا، أو إذا عدلت في السيرفيس تبعتها أو لا. وفي كتير من الخدمات تبعت جوجل سابقاً إنه كانت شغالة وتوقفت، فبالتالي إنه اللي كانوا بيعتمدوا على الخدمة هذه بيكونوا مضطرين ساعتها إنه يشوفوا بديل. فعشان هيك انه الاختيار هذا عملية مش صعبة، عملية عفوا صعبة في حد ذاتها، مش من السهل لأنه اختار سيرفيس معينة. فالآن اشهرها اللي هي الاي بي ام واتسون، في بتقدم يعني كتير من الشغلات اللي بتسهل علي، و بتعطي الديفلوبر انه هو يعني يشتغل على تول مثل البايثون، يعني برمجها باستخدام البايثون او الجافا او النود جي اس، تمام؟ وبتدعم العديد من اللغات زي الانجليش، زي الانجليزي والياباني، تمام؟ وكذلك بتدعم اللغه العربيه، لانه كان في عندنا مشروع كذلك مشروع تخرج في الكليه كان بيستخدم هذه السيرفيس، وكان انه هو بيدعم اللغه العربيه. الان مايكروسوفت بوت فريم ورك برضه هذا متاح، تمام؟ وممكن استخدمه انا ك اي بي اي، تمام؟ وهنا يعني ممكن استخدمه انه هنا بيسمح لليوزر انه هو يعرف الانتنتس الخاصه فيه، وممكن استخدمه عشان اللانجويج اندرستاندينج زي الكورتانا اللي هو عباره عن المساعد الشخصي تبع مايكروسوفت، تمام؟ هنا الويت اي اي هذه انا اشتغلت عليها سابقا، هاي السايت تبعها، فهي المواصفات تبعتها انه فيها ديفلوبرز كتير انه بيشتغلوا. طبعا هذه المعلومات قديمه شويه، هذه الديفلوبرز زادوا عن هيك بكتير. فهذه الويت اي اي بيلد ناتشورال لانجويج اكسبيرينس،
اوكي، ممكن اعمل ساين اب بالفيسبوك او بالجيت هاب. إيه، فممكن ابني بوت او موبايل ابلكيشن او سمارت هوم، او استخدمه في الويرابل ديفايس. هنا انه انا استخدم الانتنت، تمام؟ الانتنت يعني هنا ترانسليت هاو ماتش داز ات كوست تو فرنش. فبالتالي الانتنس هنا كانت ترانسليشن، هنا الانتنس تمبريتشر، تمام؟ فبالتالي انه grab me a اوكي، هذا المثال مش انه مناسب. What is the weather؟ فبالتالي الانتنت هنا weather forecast، تمام؟ هنا post the last three pictures، هذه عبارة عن الانتنت share، تمام؟ وهنا هاي روبوت، الانتنت هذا عبارة عن greeting. اوكي، ريمايند مي، هذا عبارة عن الانتنت عبارة عن agenda، ريمايند مي تو فيد ذا بيبي tomorrow، تمام؟ احنا كنا مركزين على انه ايش اول شغلة نحدد ايش هي الانتنت، بعد هيك انه انا ببدأ احدد الشغلات الثانية. يعني على سبيل المثال انه هنا set the temperature to 70 degrees، انه temperature بتساوي 70s، و يحدد الاوبجكت والسنتمنت كذلك انه هو بيحددها، تمام؟ وهنا ممكن يحدد في الويذر اللوكيشن، وهنا الديت والتايم ممكن يحدده، وهكذا. ف هنا في الدوكيومنتيشن، هنا ممكن اشوف الدوكيومنتيشن، وهنا بيلد ماسنجر بوت ويت اي اي. بالمناسبه هذا الفيديو كتير كتير الدوكيومنتيشن واضح كفيديو، تمام؟ فهو قاعد انه بيركبه على الفيسبوك حاليا، فبالتالي هو فعليا بيورجيني كيف انه انا افتح او اشغل هاي الشغلات، انه هنا كنت اتفرج على هذا الفيديو فيسبوك، وهنا انه ريفرشت ويت اي اي. هنا عادي انه اذا انا كنت جديد على الويت اي اي فهنا بيديني توتوريال هيك بشكل عام، تمام؟ فهذه عبارة عن 3 minutes، إنه قصيرة جدا ومفيدة جدا لكم. الآن بخصوص الدوكيومنتيشن، هتلاحظوا هنا إنه أنا في عندي وصفات recipes زي ما إحنا تعودنا، فبروح باخد لي وصفة وبعدل عليها، تمام؟ حسب الاحتياجات تبعتي. طبعا هنا في أنا عندي أمثلة بالبايثون، في عندي بالنود جي اس، في عندي روبي، في عندي جو، هذه لغات برمجة. خلينا نشوف المثال تبع البايثون، فهنا موجود هنا في examples، في examples هنا على celebrities، هنا example على الماسنجر، هنا أنا بعمل chat bot عشان يخبرني نكت، تمام؟ فزي هيك. كيف الأمثلة تبعته؟ إنه هنا على سبيل المثال from wet import wet، هنا هذا عبارة عن الأوبجكت، تمام؟ وهنا باخذ الاب، يعني بعرف الاكسس توكن، وهنا برسل له مسج set alarm tomorrow at 7 am. فبالتالي الانتنت هذه عباره عن اجنده، وهي التايم انه 7 تمام am وتومورو كذلك. فبالتالي الاستخدام تبعه برمجيا، بقرا الدوكيومنتيشن وبقدر ساعتها ابني تشات بوت كامل. فالدوكيومنتيشن تبعه كتير واضح وانه انا استخدمه. هذه واحده من الاشياء اللي السيرفيسز اللي هي الويت اي اي، وانا توسعت فيها لانه فعليا انا اشتغلت عليها سابقا. شو كمان انا عندي غير دكتور؟ غير الويت، اوكي، هذه السيرفيسز يعني بتكون مدربه وخالصه ولا احنا بندربها من اول وجديد ولا ايش بالضبط؟ فيها تريننج، تمام؟ وبدي اعرف الانتنس وشغلات زي هيك، تمام؟ بس بدها تكون من خلال السيرفيسز تبعتهم. بدك يعني زي انت بتعمل ترين على السيرفر تبعهم، وكل ريكوست بدك انه انت ترسليه لهم وهو يبعثوا لك الريسبونس. وفي برضو عندهم نماذج مدربه مسبقا، فبالتالي بيعتمد على الابلكيشن، تمام؟
بالمناسبة هذه الويت اي اي بتدعم اللغة العربية، لأنه احنا اشتغلنا عليها على اللغة العربية في أحد المشاريع. تمام، في الاي بي اي دوت اي اي، هذه برضو كانت سابقة يعني موجودة قبل الويت دوت اي اي. في أنا عندي الاي بي اي دوت اي اي، فعليا حاليا جوجل اشترتها، فبالتالي أول ما بفتح عليها بروح بوديني على جوجل، وهذا يعني بخلينا ندخل انه جوجل برضه في عندها كلاود سيرفيس يعني بتستخدمه كتشات بوت اسمه ديالوج فلو. فبالتالي ديالوج فلو هو از ناتشورال لانجويج اندرستاندينج بلاتفورم ميك ات ايزي تو ديزاين اند انتجريت كونفرزيشنال انترفيس انتو يور موبايل اب او ويب اب بغض النظر. تمام، فبالتالي انه هاي ايش الاديشنز الموجوده، ايش الريسورسز الموجوده، البرايسنج والكوتاز. فبالتالي لو طلعنا على البرايسنج، في انا عندي البرايس المجانيه بتكون انه فري لغايه عدد معين من الريكوستس، وبعد هيك انه هي بتصير بفلوس. اوكي، هذه الفري اديشن انه بيديني 40 ريكوست بير سيشن. تمام، والفويس سيشن انه بتديني لغايه 10 مينتس اوديو، فهي المحدوديه تبعتها. بدي اكثر بروح هنا للمدفوع، المدفوع هنا انه 45 دولار لكل 100 فويس سيشن، او 20 دولار لكل 100 تشات سيشن، وهكذا. بالنسبة للسينجا تاني، هنا بدي أشوف الدوكيومنتيشن تبعتها كيف إنه أنا أبني تشات بوت. هاي الفيديو هذا بوضح لي كيف إنه أنا بدي أبني، وهاي الدوكيومنتيشن هتلاقي في الدوكيومنتيشن إنه أنا كيف أعمل training data import. وهنا انه System Entity Extension، فبوضحني هنا Quick Start How to Guides، فخلينا نبدأ بالQuick Start. نيجي للSetup. اوكي، فبحكي لي اقرأ هدول البيزكس، وبدك تشوف الدوكيومنتيشن تعمل بروجكت جديد، فهنا اضغط على بروجكت جديد، وبدك تفعل البيلينج والاي بي اي عشان انت تقدر انه انت تشتغل عليهم. بعد السيت اب هنا بورجي لك انه انت كيف بتسوي الشغلات هذه ويندوز وعلى الماك او لينكس. تمام، وهنا الانيشلايز للاس دي كي، هنا بيلد ان ايجنت. خلينا بعد ما انا عملت السيت اب بدي ابني ايجنت معين، فبالتالي انه هنا هاي الفلو تبعي، انه انا عندي الستارت تمام لغايه الاند سيشن. طيب الان انا بس بدي اورجيكم انه هو بروح واضح لي هذه الخطوات كيف نعمل. بدي اجي انا للكود هاي. اوكي، انتر ذا فولوينج تريننج فريزز، هذه تريننج فريزز انه هنا وير از ذا ستورز دايركشنز تيل مي ذا ادرس، هذول كلهم انه هنا انت بتسأل على ايش، على لوكيشن. تمام، فهذه كلها الصيغ المختلفة انه هو بيسأل على لوكيشن، فبحفظ هذه الشغلات، هذه كله بشتغله على الويب. تمام، وبعد هيك الخطوة اللي بعديها بعد ما اخلص هاي الشغلات كلها بدي اروح هنا interaction with the API. في الـ API هنا راح اجد انه ممكن انه انا استخدمه مع الاند يوزر. تمام، هاي الخطوات زي هيك. تمام، لغايه انه يور سيستم، انه لغايه الديالوج فلو. تمام، فهاي اللي بدي اوصلكم اياها، انه الكلاينت اللي انا بدي ابني ممكن يكون بالجافا، ممكن يكون بالنود جي اس، ممكن يكون بالبايثون. فبالبايثون هيو معرف الهيلبر فانكشن. تمام، زي هيك، وبورجيني كيف انه انا استخدمها. هاي الاكزامبل هذا ممكن اشوفه على الجيت هاب، وهذه في النود جي اس.
زي هيك. وهنا بالجافا انه انا بدي اعمل امبورت لهذا الكلام، فبالتالي ممكن استخدمه مع اي لغه برمجه انا مرتاح انه انا استخدمها مع. فهذا هذه تبعت جوجل يعني، برضو انه انا ممكن انه استخدمها اشوف انا ايش المناسب، او اقرا الكومباريزون اللي موجوده هنا تمام، واشوف انا ايش اللي بيناسبني، ايش اللي بدعم اللغه العربيه، ايش المناسب في كذا. لانه موضوع الاختيار هذه الكومباريز هذه التشيت لازم ادرسها بشكل كويس عشان اقدر احدد انه انا والله بدي احترف مثلا الويت اي اي، خلاص انا بدي اركز عليها، او بدي احترف الجوجل ديالوج تمام. طيب نرجع تاني هنا انه ايش غير هال API.AI، حكينا انه اشترتها جوجل، وفي هدول ديجيتال جينيوس، وفي هنا تشاتفول تمام، بي واي ستريم الى اخره من هدول، كل واحد بيشرح ايش. انا اذا تعلمت على واحدة ممكن اتعلم على الثانية برضو بسهولة، وبقدر انه ابني للتشات بوت بهذه الطريقة. الآن هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أنه أنا إيش بدي أسوي، بدي أروح أبني التشات بوت أنا بنفسي كماشين ليرنينج، أنه أنا أعمل الماشين ليرنينج عندي مش أستخدمه كسيرفيس. لأي أسباب؟ للأسباب اللي أنا ذكرتها. لأنه أول حاجة أنه في كتير من الشركات أنه ما بدها تربط مصيرها بمصير شركات تانية، زي مثلا يعني أنا والله كنت مرتاح على سبيل المثال مع الـ API.AI، وفجأة إجت جوجل اشترتها. طب أنا جوجل مش كتير صحبة أنا وياها مثلا، أو هي منافسة بالنسبة لإلي، فبالتالي بيصير إنه الموضوع مزعج. فبالتالي الشركات ممكن إنه هي تميل إنه لا، أنا بدي أبني للتشات بوت أبليكيشن أو البلاتفورم الخاصة فيها، ما بدي أستعين بشركات خارجية. في هذه الحالة بدي أستخدم الماشين ليرنينج. بدي أستخدم الماشين ليرنينج، بدنا نروح للشغلة جديدة اللي هي الإنكودر ديكودر أركيتكتشر. إيش هي الإنكودر ديكودر أركيتكتشر؟ إحنا درسنا سابقاً إنه إحنا في الأرنان في عندي نوعين من الأرنان، اللي هما الألاستيام والجيأريو، وشفنا كيف نصفت هذول الطبقات مع بعض. الآن في الإنكودر ديكودر أركيتكتشر أنا بدي شبكة أعقد وعملها ستاكينج مع بعض، يعني ببساطة شديدة جدا انه انا عندي الانبوت، وبعديها بروح بعمل بلوك للانكودر، وبعديها بعمل بلوك للديكودر، وبعديها انا في عندي طبقة الدنس وانا عندي الاوتبوت. طبعا الانكودر في حد ذاته في بيكون في عدة طبقات من الاستيام او الجي ار يو، والديكودر كذلك نفس الشيء. ايش الفكره في الانكودر والديكودر؟ انه انا بيكون انا عندي مدام الانبوت سيكونس والاوتبوت سيكونس، فبالتالي هنا بدنا نعمل هنا موديل انه الانبوت تبعه انه يكون عباره عن تكست والاوتبوت عباره عن فيكتور، والديكودر اللي يكون الاوتبوت تبعه فيكتور الانبوت تبعه فيكتور والاوتبوت عباره عن تكست. فبالتالي عشان هيك احنا بنسميه انكودر وديكودر. انكودر كمان مرة ليش؟ لأنه الانبوت بيكون عبارة عن تكست والاوتبوت فيكتور نمبرز يعني. والديكودر بيشتغل العكس، بياخد نمبرز تمام وبروح بيطلع لي تكست. وهذا احنا اللي بدنا اياه، انه احنا بدنا نشتغل سيكونس تو سيكونس موديل. اوكي، هنا في عندكم ال هنا عبارة عن سيك تو سيك توتوريال. السيك تو سيك هذا سيكونس تو سيكونس توتوريال، هنا مستخدمه في الماشين ترانسليشن. والبروبلم تبعتنا نفس الماشين ترانسليشن بالضبط. كيف نفس الماشين ترانسليشن؟ انه انا لما احكي له هالو بده يرد علي مرحبا تمام، انه بده يديني التجربه، ممكن الترجمه عفوا. لما احكي له هاو ار يو بحكي لي كيف الحال. لكن اللي انا بدي اياه انه ليش انه بدي اعتبر الكونفرزيشن انه هي سيكونس تو سيكونس، بدي اعتبر المحادثه في حد ذاتها انه الانبوت لما احكي له صباح الخير رد علي صباح النور، ما احكي له كيف حالك رد علي الحمد لله. فبالتالي زي كانه كل جمله في لها جواب او لها ما يقابلها. فعشان هيك
ممكن نعتبرها انه ماشين ترانسليشن بروبلم ونطبق عليها السيك تو سيك. السيك تو سيك هي اختصار سيكونس تو سيكونس، لانه الانبوت عباره عن سيكونس والاوتبوت عباره عن سيكونس. ايش الاركتكتشر المستخدمه اللي هي اللي انا حكيت لكم اياها، انه انكودر مع ديكودر. فالانكودر الانبوت انا عندي تكست والاوتبوت عباره عن فيكتور نمبرز، والديكودر بيشتغل العكس، بياخذ انبوت وهنا بيحكي انه جو سوي اتوديونت. هنا هذه الانبوت هنا باللغه الانجليزيه اي ام ستودنت، تمام، والاوتبوت هنا انه جو سوي اتوديونت. بس ممكن دقيقه اوكي. طيب الفكرة في الموضوع هنا كيف بدي ارتبها؟ لازم انه احنا نرتب الجملة بالطريقة هاي، انه I am a student واحط هنا ماركر لبداية الجملة اللي هي target input، تمام. فبالتالي انه انا عندي هنا source input، تمام، وفي عندي هنا ماركر ل بداية التارجت انبوت انه جوسوي اتوديونت. هدول الاثنين بنحطهم في جملة واحدة، بنعملهم كونكاتينيشن، بنلزقهم مع بعض عشان لما ادخل له I am a student جوسوي اتوديونت انه يكون الاوتبوت زي هيك جوسوي اتوديونت، وهنا بيطلع لي الاند ماركر اللي هو عفوا الاند ماركر تبع الجمله هذه، تمام. طبعا الاركتكتشر اللي موجوده هنا هي عباره عن انكودر ديكودر، فبالتالي انا عندي الطبقه الاولى الامبيدنج لاير، هنا الهيدن لاير واحد، هيدن لاير اثنين، وهنا البروجكشن لاير لغايه الاوتبوت بهذا الشكل، تمام. ممكن ادخل اتنشن، انا عندي في الموضوع الاتنشن، يعني هنا الديكودر هيو بعرفه لحال والإنكودر بعرفه لحال واللوس لحال. ممكن ندخل الاتنشن هنا في الموضوع. طب هي هنا بوضح كيف الفيكتورز هنا بتطلع. اوكي، هنا فكرة الاتنشن انه انا في عندي فيكتور الكونتكست فيكتور هذا، تمام، بيحدد لي ويت لكل انبوت، تمام. فبالتالي زي كأنه كل مرة انه انا بدي ويت للاي اكتر من الام واكتر من الاستودنت زي هيك. فبالتالي زي كأنه هو بدي ويت كل مرة لكلمة مختلفة بحيث انه انا يطلع لي الاوتبوت بهذا الشكل. طبعا هذه شغلات يعني متقدمة جدا في الانكودر ديكودر، صعب شرحها بشكل نظري بشكل سريع جدا، لكن انه احنا ممكن ناخذها انه على شكل وصفات وانه احنا نتعامل معها. يعني ببساطة اللي انا بدي احكي انه احنا عندنا هنا هذه الاركيتكتشر ببساطة شديدة جدا جدا، هذه مفهومة وبتصور انه هي واضحة. ايش دخلنا عليها؟ دخلنا عليها الاتنشن موديل. ايش الاتنشن موديل؟ الاتنشن انه هو كل مرة انه بركز على كلمة معينة عشان انه هنا يطلع السياق الصح او الجملة الصح في او يعني الترجمة الصح يعني حسب السياق، تمام. فهي الغرض منها لتحسين الترجمة لا اكثر ولا اقل، فهي فكرة الاتنشن موديل هنا، تمام. الآن احنا ايش حنسوي؟ حناخد وصفة جاهزة، تمام،
ونطبقها. الوصفة الجاهزة هي موجودة هنا. أوكي، نبدأ من الأول. نبدأ من الأول. أنا في عندي المستودع هذا في داتا سيت تم جمعها من الاسك اف ام. اعتقد السايت هذا مر عليكم تعرفوه، هو زي موقع اسالني، فبالتالي انه ممكن انا اعمل فيه بروفايل واخلي الناس تسالني، انا خبير في مجال معين، وبالتالي انه موجود البيانات على شكل سؤال وجواب، هاي اللي بدي اياه. تمام، وفي في في محادثه. تمام، وهنا انا عندي برضو من الاسك اف ام، برضو انا عندي الفتاوى انه شو فتوى كذا انه كذا. فهدول انه الكويستشن والكورسبوندينج انسر سيبريتد باي سلاش تي، فهذا اللي انا بدي استخدمه هنا. فنرجع للوصفه، احنا نزلناها هنا. طبعا هذا الامبورت لكل الشغلات اللي انا بحتاجها. هاي تنسر فلو فيرجن 2.3. الداتا سيت بعد ما عملت لهم داونلود هيها موجودة عندي هنا. استخدمت الجنرال، وفي المسك ميسيلينيوس يعني المتنوع، وفي الإسلاميك فقه اف ام اسك اف ام. اوكي، طيب الان انه بعمل بري بروسيس للسنتنس. لاحظوا انه البري بروسيس انا بحاول انه هذه الدوت إنه أنا أفصلها، فبالتالي إنه he is a boy full stop. هنا he is a boy في space وبعدين full stop. هذه كتير مهمة جدا في النورماليزيشن، وأنتوا already طبقتوا النورماليزيشن يعني جزء منكم على مشروع التكست. تمام، وهذه إنه بتروح تستبدل كل الwhite space إنه plus بspace واحد، لأنه على سبيل المثال لو كانت إنه زي هيك إنه this is a boy وهذا space كله زي هيك، هذا space كله بدي أستبدله بspace واحد. هاي معناتها الكلام كله. تمام، وهنا إنه خليت فقط النصوص العربية والإنجليزية والإيموجيز، وما عدا ذلك إنه أنا شلته وعملت strip للsentence. وهنا بعمل هذه الجملة load للconversation، بقرأهم سطر سطر. تمام، وعفوا بقرأهم سطر سطر، وكل سطر بروح بفصله من خلال سلاش تي، فبروح بعمله على شكل بير اللي هو الكيو والاي، الكويستشن والانسر. فبالتالي برجع الانبوت والاوتبوت. هنا لود للكونفرزيشن، في هنا 125,000 سؤال و125,000 جواب، طبعا نفس العدد نفس البيرز. خلينا نشوف سامبل، يعني على سبيل المثال المحادثة الرابعة، إيش السؤال كان؟ بطبيعتك عاطفي أم عقلاني؟ هذا مجرد سؤال، فهو بقول له يعني ولا يعني زي إنه لا عاطفي ولا عقلاني، أهبل والحمد لله. محادثة خامسة، مساء الخير يا مساء العسل، فبالتالي إنه وهو المطلوب إنه إحنا بدنا conversation نخلي الماشين تتعلم عليها، بحيث انه انا فعلا لما اسالها اقولها صباح الخير ترد علي صباح النور، لما احكي لها كيف الحال ترد علي الحمد لله، احكي لها كيف الطقس اليوم تقول لي الطقس كويس، زي هيك. تمام، هنا بنعمل توكنايزيشن. تمام، بديش ادخل كتير في تفاصيل التوكنايزيشن، انا بس بدي اوصل الفكرة الاساسية. هنا بس برتب البيانات كانبوت واوتبوت. اوكي، هنا انا عرفنا الاتنشن موديل، هذا الاتنشن موديل، والبادنج ماسك حكينا عنه سابقا اعتقد انه عشان يعمل كمالة للجملة، وهنا الانكودر، وهنا حلاقي الديكودر، هذا الانكودينج لاير، هنا الديكودر هنا بركب الانكودر كله على بعض لانه هو مكون من عدة طبقات، هذا كله لسه للانكودر، وهنا الديكودر
بعرف الطبقات تبعته كلها زي هيك. هذا بركب طبق، يعني لأنه الديكودر نفسه فيه عدة طبقات، تمام. وهذه طبقة للترانسفورمر، في منكم استخدم الترانسفورمر برضو مستخدم هنا، تمام. وبعديها بعرف انه هيك هذا الموديل كله في النهاية، انه انا عندي هاي الانبوت لاير، بعمل بادينج عشان بدي اثبت طول الجملة، في عندي انكودر وفي عندي ديكودر، فبالتالي الانبوت بدخله على الانكودر، الديكودر الانكودر بطلع لي فيكتور اللي هو الديكودر، واللي انا بدي اطلعه هنا على الاوتبوت. طبعا بدي اعرف اللوس فانكشن، تمام. وهنا بعرف الكول باك، وانه انا بدي اعمل سيف للموديل. هنا حددت انه الايبوكس 20، وهنا بديت عمليه التريننج. اخذت 20 ايبوك، تمام. فهنا الايفالويت، الايفالويت انه انا بدي له سنتنس هو عباره عن انبوت، وبده يطلع لي الاوتبوت. اوكي، وفينا عندي هنا البريدكت اللي هي بتستخدم داله الايفالويت، تمام. يبقى البريدكشن بتساوي ايفالويت سنتنس، بعمل الاوتبوت انه بروح بعمل له ديكود، تمام. ويعني على سبيل المثال انه انا هنا انه الاوتبوت بريدكت صباح الخير، فهيو صباح الخير، رد علي صباح الورد. هنا في انا عندي بعد ما خلص التريننج في عندي مجموعه من المحادثات، انا عندي هيك صباح الخير، ممكن نتعرف، ليش لا، طيب كيف الحال، شو اخبارك، من اي بلد حضرتك، خلينا نشوف. فبالتالي الانبوت ممكن نتعرف، الجواب لا حسب ما هو تعلم. ليش لا؟ ماليش نفس. طيب كيف حالك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. من أي بلد حضرتك؟ السعودية. لاحظوا البري بروسيسنج اللي عملنا، إنه الدوت الفول ستوب إنه هي مفصولة عن الكلمة. أنت من وين؟ أنا من الخليل. ممكن رقمك كذا 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 إلى آخره من المحادثة، تمام. ممكن أعمل المحادثة على شكل لوب، إنه السنتنس بيساوي إنه شو رأيك، وبروح بكررها، إنه مثلا إنه هذه الجملة إنه هي كإنبوت، وبروح إنه الأوتبوت تبعها باخده كإنبوت للمرة الجاية. يعني لتوضيح هذا الأمر بشكل سريع، إنه شو رأيك؟ مش عارفة والله، أو شو رأيك؟ يعني إذا هي كانت معنى شو رأيك؟ مش عارفة والله. طب أخذنا الإنبوت شو عارفة والله، عفوا مش عارفة والله، فشو يعني هذه كإنبوت، فشو الأوتبوت تبعها؟ لا مش ده تبع سؤال A، ولو أخذناها هذه كإنبوت لا مش هجاوب عشان ما تقلقيش. من خلال هذه اللوب ممكن نحن نعمل هذا الكلام. فجيت هذا الموديل هيو شغال، وممكن إنه يعني نركبه كسيرفيس، زي ما ركبنا التطبيق تبع تصنيف الصور إنه كسيرفيس، ويصير يستخدم على الويب أو على الموبايل أو وين ما أنا بدي. فهذا باختصار الماشين ليرنينج أو التشات بوت. الخلاصة في الموضوع أنه أنا يا إما بدي أستخدم الماشين ليرنينج وأبني الموديل في نفسي وبنفسي عفوا، وفي شركات كتير بترغب لهذا الاتجاه بسبب أنه هي ما بدها تعلق مصيرها في بشركات تانية، وبرضو عشان تحافظ على البرايفسي، وبدل ما تدفع هي 10,000 شهر، 10,000 دولار في الشهر للشركة هذيك، لا، من خلال باستخدام البادجت تبع ال 10,000 ممكن هي تبني لها تشات بوت بيأدي الاحتياجات تبعتها. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني ممكن أنه أنا أبدأ بشكل سريع من خلال واحدة من الشركات اللي بتقدم للتشات بوت سيرفيسز، وبدي أقرأ الدوكيومنتيشن تبعها وكيف أبرمج للتشات بوت من خلال البلاتفورم تبعتهم، وأصير إنه أنا أستخدمه. وأكيد بطبيعة الحال استخدام السيرفيس أكيد أسرع في تطوير للتشات بوت، وفي كل الحالتين إنه يعني التطبيقات تبعته هي
وله تطبيقات عديدة. ممكن أن تكون النصيحة أنه إذا كانت الشركة ناشئة، أنه ممكن أنه هي بدها تشوف أنه والله التشات بوت بنفع إلها ولا لا، فممكن أنه هي تلجأ للشركات اللي بتقدم خدمات أو سيرفيسز للتشات بوت وتشتغل عليها، وبعد هيك والله شافت الموضوع مجدي ممكن أنه هي تروح باتجاه أنه هي تطور التشات بوت الخاص فيها. فهذا كل ما لدي في التشات بوت، وإذا كان في عندكم أي أسئلة أو استفسارات أنا بدي أعمل سيف لهذا النوت بوك وأحط لكم إياه على المستودع. أو في أي أسئلة عندكم؟ بس في سؤال، هل هي بس اللي بتتغير انه الداتا سيت الكويشن والانسر كيف هو فصلهم يعني، ولا بناء هي على الداتا سيت بناء يعني مقسم مصنفه كويشن وانسر؟ هي الويب سايت هذا مش عارف إذا مر عليكم ولا لا، Ask FM. تسجيل، أنا مش عارف أنا في عندي حساب ولا لا. تسجيل دخول، أوكي في حساب. هو في المواضيع في لها هاشتاج زي هيك، في انا مش انا صحيح مش مستخدم لهذا السايت بالمناسبة يعني، بس انه تم تجميع بيانات منه. هاي الهوم، المتصدرين في البي اس في فلسطين، ممكن نشوف اوكي هذا. اوكي الأسئلة، هاي الأسئلة أنا في عندي جاي سؤالين اثنين، إنه مثلا عنه هل سبق لك وأن وضعت زر فرامل الطوارئ في المواصلات العامة؟ فأنا ممكن أجاوب على السؤال هذا. فهو فعليا إنه عبارة عن يعني مجموعة من الأسئلة، وممكن إنه أي حدا يعني هاي أحصل على أسئلة عشوائية، هاي كمان أحصل على أسئلة عشوائية. من المشاهير ولد في مدينتك؟ فممكن أنا أجاوب على هذا السؤال، يعني هذا بيكون إنه يعني سؤال مطروح لكل المستخدمين، فبالتالي كل واحد بيحكي مين المشاهير الموجودين عنده في يعني في المدينة تبعته. فهو فعليا الاستراكشر تبع الويب سايت إنه أنا في عندي سؤال وجواب، سؤال وجواب. فتم تجميع الداتا سيت من هذا السايت، وتم وضعها على شكل يعني هاي وين، خلينا نرجع هنا. هاي هنا، انه هنا الداتا سيت على سبيل المثال انه الجنرال زي هيك، لو لاحظتم انه هذه حجمها كبير 24. طيب خلينا نشوف الاسلاميك مسك 76، الفقه 34، كلهم كبار. أخذنا على سبيل المثال، وهنا حكيت له داونلود، فبالتالي هنا انه في انبوت وفي اوتبوت، انه هذه انه بيناتهم تاب. هذا كلام هيو ببين يعني، ممكن ناخذ
نسخة زي هيك ونحطهم على النوت باد بلس بلس. اوكي، وهنا احكي اطلب منه انه يجيب الكنترول كاركتر. شايفه هذا سام، هذا تاب، فبالتالي كل جملة، تمام، كل سطر هو عبارة عن محادثة، محادثة مكون سؤال ومن جواب. ايش اللي بيفصل بيناتهم؟ التاب. فبالتالي احنا فصلناهم زي هيك ودخلناهم على السيستم انه كانبوت واوتبوت. الان انه طبعا يعني هذه مجرد انه داتا سيت انه احنا جربنا عليها، تمام. الان اذا انا بدي والله اعمل داتا سيت انه في مجال البزنس او في مجال البنك، لازم احصل على داتا سيت انه محادثات سابقه بين الكاستمرز والدعم الفني تبع البنك او الموظفين اللي بيقدموا خدمات للزبائن. فبالتالي هذه باخذها وبعالجها وبحضرها عشان انه انا اشغلها انا عندي على ال او يعني اجهزها عشان اعمل تريننج عليها. فتجهيز البيانات فعلا بياخذ وقت كتير طويل في اعداد للتشات بوت. في اي سؤال تاني؟ يا جماعة، واضح الأمور؟ أوكي، بالمناسبة ممكن أنتوا على الجيت هاب، أنا يعني أنا كنت أنا دورت على شو اسمه، يعني هاي التوبكس، هذه التاكس السيك تو سيك زي هيك. فبالتالي هنا دورت على التوبك، ايوه توبكس تشات بوت. فبالتالي هنا انه بايثون تيليجرام بوت، ففعليا ببني لي تيليجرام، هو عباره عن تطبيق اكيد بتعرفوه، زي الواتساب يعني، تمام. فهذه كلها مشاريع على التشات بوت، ستانفورد تنسر فلو توتوريالز، وفي هنا تشات بوت من ضمن التوتوريالز، وبرضه انتم ممكن تطلعوا عليها. كذلك السيك تو سيك، صرتوا عارفين شو معنات السيك تو سيك، سيكونس تو سيكونس، وهي كل الريبوزيتوريز اللي تحتوي على هاي ديب كيو اي. حتى لو فتحنا بورجيني انه انا كيف اعمل تشات بوت برزنتيشن انستليشن، برضه في شغلات انه انا ممكن استخدمها وأدي له داتا سيت وأبني تشات بوت بشكل سريع جدا. فبرضو كذلك في على الجيت هاب فريم ووركس، يعني ما تكتفوا بالوصفة اللي أنا أديتكم إياها، ممكن تستكشفوا الموضوع أكثر من خلال الجيت هاب. هذه آخر نقطة كنت حابب أحكي لكم إياها الآن. أوكي، في حدا عنده أي أسئلة أو استفسارات؟ تمام، خلاص. المرة الجاية إن شاء الله بننتقل لموضوع جديد وبنستمر إن شاء الله في جلسات التوجيه تبعتنا. ويعطيكم العافية، وبنشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. العافية دكتور. الله يعافيك.